محمد أمين بشار، حصل على معدل 35 سونس مار ليسي محمد الخامس. اليوم كان عندنا امتحان ليولوجا كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. كان واحد الامتحان اللي كيوجدنا نفسيا وميثودولوجيا لأننا نوجدوه لهذا الامتحان اللي إن شاء الله غيكون نهار 22 في شهر 7. استفدنا منه بزاف والحمد لله نجحوا فيكم. ثاني بكالوريا علوم فيزيائية، حصلت هذه السنة الحمد لله على أعلى معدل في هذا الشعبة في التقييم السمارة اللي هو 17.70، وهذا معدل أهمية الحمد لله نكون من المحظوظين اللي استافدوا من التكوين في من أجل تحضير مباراة الطب بمركز الابتكار بجهة العيون. والحمد لله هذا التكوين استفدنا منه الكثير، أنه كيكون أهلنا وخلينا نكون من المحظوظين اللي يقدروا يتقبلوا في الكونكور ديال الميديسين، حيت بزاف وصل الاساتذه كانوا ديالنا اكفاء. ونتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم، معكم اسماء الشافي من اقليم طرفايا وبالضبط قريه اخ منير، حاصله على اعلى معدل 17.77 في مسلك حياه والارض. لي الشرف حضور اليوم في الاجتياز امتحان تجريبي، وذلك لتأهيلنا لاجتياز مباراة الطب. وأنا لدي طموح وأرغب في دخول ميدان الطب، وشجعني وطور من هذا الحلم بنظرا لبناء كلية الطب في مدينة العيون. اسم ديالي محمد بجاعة من مدينة بوجدور، في ثانوية أحمد بن محمد الراشدي. حصلت على معدل 16.09 في شعبة علوم رياضية خيال فرنسي، المرتبة الثانية على مستوى الإقليم. وعيطوا لنا على حساب البريباراسيون ديال الكونكور ديال الطب ومدارس ذات القطب المفتوح، ودابا شي سيمانة هادي وحنا كيبريباريو معنا لي بروف الكونكور، واليوم آخر نهار قبل العيد، يعني دوزنا واحد التيست أو واحد الامتحان تجريبي. استفدنا منه صراحة بزاف، يعني طالعنا على الشكل ديال الكونكور ديال الطب، وعلى الأسئلة كيفاش كيتحطوا، وعلى يعني التركيب ديال الامتحان. وإن شاء الله من وراء العيد غادي نكملوا البريباراسيون حتى ل 20 في شهر 7، حتى للامتحان إن شاء الله يكون.